3 atau 3 sampai 1. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil qunnas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil qad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tammat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran jahata lahab, wa mru'atuhu amma latal hatab, fi jidhiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Iza nasrullah wal fath, war'aitanna sayadkhulu nafirin la'i afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. Lila inna atoin kal kausar, fasalli li rabbika wanhar, inna jahniaka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Waraitan lazi yukazibu bidin, fazalika lazi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala amil miski, fawailul lil صلت الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى في قريس إلى فيهم لحظة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل قيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد، يحسب أن ماله أهلد، كلا لهم بذلنا في الهتمة، وما أدراك ما الهتمة، نار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم والعصر والليل إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحق صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم القارئة ما القارئة ما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه أمه فهو في عيشة راضية أما من خفت موازينه فأمهم هامية بما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والآتيات ضبها والموريات ودها والمغيرة صبها فأسرنا به نقعها فوسطنا به جمعها إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا ينظلوا إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يحرز أسعاز هير أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى نأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما أدراك ما هي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في
نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم إن ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا أولئك هم رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان علم بالخلق. علم الإنسان لا يطغى ما لم يعلم. قال إن الإنسان لا يطغى أرأيتن إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كذب على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. هذا البلد العامل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافل. إلا الذي آمنوا وعمل الصالحات ولهم أجر غير ممنون. فما يعذبك بعد بالدين أليس الله بأعلم حاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا عنك وزرك لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب إلى ربك وارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة
المغفرة خير لك من ولا ولا سوف يأتيك ربك فترضى. ألم جيدك يأتيك فآوى ووجدك ضالك فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا ترحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى أم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والشمس ودعاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورا تقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله إن الله يعصيك ساها. فكذبوه فأقروها ودمدم عليهم رزقه ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عيني ولسانا
شفتين وعينا نجدين فلق طعم الحقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في الليل في اللوم ذي مزغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا عملوا الصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المشأمة ميمنة والذي يكفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر هل أنتر كيف فعل ربك بآن إرم ذات الحماد التي لم يكن مثلها في البلاد وثمود الذي نجاب الصحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي تطغوا في البلاد فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لابل مرصاد عمل إنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونقمه ويقول ربي أكرم وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تظلمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول أهلكت مالا لبدا قدمت لآياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا يا ها
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. صدق الله العظيم.